تحت انطلاقه المقابله اللي كتجمع بين فريق الفتح الرياضي استاتي بنظيره فريق صقر ديال اكادير برسم الجوله الثانيه من بطوله كره القدم داخل القاعه. الكره الان مازال كتضع منه وجه لوجه، اش غيدير؟ كيقدر الهدف الاول، الهدف الاول مسجل لاعب عادي في حدود دقيقه 10:34 ثانيه بالضبط. اللاعب عادل كيستغل خطا في صفوف فريق الفتح الرياضي الصاتي وكيعلن التقدم ديالو هنا بمدينه سطات من قلب القاعه المغطاه في مدينه سطات. تتغير النتيجه لتطبع هدف 1-0 لفائده فريق صقر اكادير. الفريق كدع منه كيهاجمه مرتده وكينفذ كيوجد راسه وجه اول الحارس محاوله خطيره منصوري وكيسجل المنصوري. المهدي المنصوري رقم 4 عبد الاله، عبد الاله جولان وكدم كره عند المنصوري كيقداش هدفه جميله 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 جميله. اجمل لقطه في المباراه وهي القذفه ديال اللاعب المنصوري مسجل الهدف الثاني، وبالتالي ففريق اللاعب المنصوري هو المنقذ في هذا اللقاء بتسجيله هدفين. اتفق تمريره خاطئه، تمريره خاطئه وهدف، الهدف الثالث، الهدف الثالث للاعب بوبكا، الهدف الثالث لاعب بوبكا. هذا اللاعب السابق لخريبكا، شباب خريبكا اللي كيشرف عليه بالمناسبه الدكتور. هذه التجاه مسعودي خطيره وهدف، هدف تقليص الفارق وتغيرت النتيجه وصبح 3 أهداف للاصابه لصالح الفتح الصاتي. ومازال الوقت باقى 8:11 عن نهايه الشوط الثاني والمقابله، وتغيرت النتيجه وصبح 3 أهداف لـ2. ولدت عليه صفوف فريق المنتخب الوطني الاولمبي الذي يدري. خطيره المتعوله، هدف تعادل، هدف تعادل، هدف تعادل، هدف تعادل، هدف تعادل. سوء التمرير وسوء التقدير من الحارس محمد كرم، هدف تعادل. وبقى 3:55 عن نهاية المقابلة والشوط الثاني. اسماعيل خطيرة وتدخل انتحاري للحارس محمد كرم. مازال الكره في معترف من العمليات الفريق. هجوم مضاد فوق مصطفى، هجوم مضاد وخطيره المحاوله وهدف، 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 وهدف الرابع، الهدف الرابع لصالح صقر اكادير، الهدف الرابع، الهدف الرابع لصالح صقر اكادير. وبقى 1:44 صقر اكادير على المصطفى المستضيف الفتح الصاتي. ايوب مدى سعف القذفه وهدف، 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 وهدف 32 ثانيه وهدف التعادل، هدف التعادل. قذف لاعبي الفتح الصاتي 3 نقاط، قذفه ونهايه المباراه بالتعادل بين الفريقين. اللقاء اللي انتهى بعد لحظات بتعادل 3-4 أهداف لمثلما، وروح رياضيه بين اللاعبين. الى هنا نضع نقطه نهايه اللقاء على امل ان نلتقي بكم في لقاء اخر. دامت لكم الافراح والمسرات. اليوم المقابله كانت صعيبه، كنتوقع انها تكون صعيبه لان فريق الفتح الصاتي تيبقى فريق كبير، راه ما رحيل اغلب النجوم ديالو اللي كتلعب في المنتخب الوطني، ولكن كما شفتوا بغيا هيكل الفريق وجاب عناصر جديده اللي لمسنا فيها واحد التاقلم، واحد الانسجام اللي كنظن انهم جاو بسرعه. بالنسبه للفريق نحن يمكن ضيعنا الفوز اليوم باخطاء فرديه، لان 3 أهداف الاخطاء الفرديه، والاخطاء الفرديه في الفوتسال كتخلص كما تنقولوا كاش، تخلص في البلاص. في البريميطا كان خطا فردي، في دوزيام ميطا باس ديريكتومون خطا فردي،
وملي كنا الباور بلاير هما لاعبين باور بلاير وحنا دافعين وكان دافع وكان خطا فردي في الدفاع اللي علينا درنا سجلنا 4 اهداف ولكن كما كنقولوا ملي كدير الاخطاء كتخلص. بالنسبه للمستوى البدني ديالنا كنظن انه كان مزيان بالنسبه للفريق اللي جاي من اكادير بدايه البطوله هذه. تكتيكيا حاولنا نديروا بعض الجديد في كره القدم داخل القاعه ولكن للاسف بعض زعما قله كونسونطراسيون عند التري ديالنا ما خلاتناش باش ناخذوا شي نتيجه ايجابيه من جديد في التكتيك. هنايا النقطه حتى حنا بالنسبه لنا نتيجه ايجابيه رغم انه كنا كنمنيو النفس بالفوز لان اللي خصك تعرف هو انه معظم العناصر الاساسيه لصقر اكادير راه الا لاحظتوا ما كايناش. حتى حنا عندنا 5 العناصر غائبه منهم ايوب العضاد عامل الفريق، مهدي الحمري، ابراهيم المال، خليل وراد، ولاعبين اللي لعبوا معنا 5 سنوات او 4 سنوات لحد الان. ما كاينينش دونك فريق باكمله ما كاينش وغياب عبد الكريم البياتا هو الحارس ديالنا اللي تنخرجوا ملي الفريق كيخرج ليك اسانك لان مجرد ما سجلنا الهدف ديال الانتصار لادفيرسير خرج باور بلاير. باور بلاير الدفاع ديالها غيكون في لازون ديالي خطا صغير ديال كونسونتراسيون ديال واحد اللاعب اللي كتكون كدير دفاع ضد اسانك خاص كلشي يكون حافظ اش كيدير. واحد السهوه وحده خلصناها بهدف دونك هي سهوه خلصناها بهدف ديال التعادل والخصم اختار انه يلعب اسانك وخلى له ريسك وجاونا جوج فرص وما درناهمش الشكه وجاته فرصه وحده وسجلها هذه هي كره القدم. كما قلت لك حنا كنا كنمنيو النفس بالفوز لان عارفين ان فريق فتح السطاتي في اطار اعاده تكوين الفريق. حنا كذلك عارفين ان عندنا 4 ولا 5 العناصر ما كاينينش اللي هما اساسيين راه ذكرتهم لكم بالاسم 5 العناصر يعني فريق كله على قدو ما كاينش ولكن رغم ذلك كنا كنقولوا غادي ان شاء الله كنا جايين باش نديو معنا نقاط 3 ولكن الاداء اللي قدموا فريق فتح السطاتي اليوم خلاه انه يدي هذه النقطه هذه لانه كنظن في المستوى على 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 المستوى البدني وعلى المستوى التكتيكي كذلك خصوصا في الجوله الاولى وفي نهايه الجوله الثانيه. النتيجه كعارف اللي كتكون كلشي فريق 100% جديد سي نورمال غادي تلقى الهزيمه ولا التعادل ولا هذا الشيء. كنا منتصرين ولكن ما عرفوش يحافظوا على النتيجه لان قلة التجربه. سي نورمال كما قلت لك بانه اللاعبين اللي كانوا عندنا اللي كانوا في المستوى العالي راك ما لقيناش باش نخلصوهم. مشاو بدلوا يقلبوا على رزقهم هذا من حقهم. هل لان المدينه راك عارف المدينه ما كاينش شي حد تيعاونك ما كاينش لان هادشي مقصود لا من ناحيه لا من الجهه ولا البلديه كانت كتعطينا هذا العام ما كاينش مجلس تقليد ما يحبسوا اي مسؤول دابا كتجبد له الرياضه الا هو ما كيحملكش كاع ما كيحملكش يشوف غير جاي عندك كيحملك هادشي هادشي راه كما قلت لك مقصود لان الرياضه في السطات غادي نزيدك من هنايا الاخر العام باي باي. هاد اللاعبين كلهم يمشيو يقلبوا لهم على خدمه ولا يقلبوا لهم على شي حاجه. حنا ما غيمكنش هاد الفرق مساكن ما عندهمش لا مدخول لا من يساعدهم وغادي يبقاو في السطات لان دابا راه ولاو كيهاجروا راه دراري صغار ولا كيهاجروا فرق كبار. دابا الميني فوتا هما بداو تيهاجروا كاملين كتشوف تتعيا احنا ما غاديش نوفروا لهم هذاك الشيء اللي غنوفروا لهم لان كنعاود دائما البلاد مقصوده رياضيا مقصوده راه الجهه كتعطي كاع المدن الا السطات بقات في الدار البيضاء السطات معدومه رياضيا الله يرحمها. كنقول هذه من هذا المنبر ديالكم السطات الله يرحمها رياضيا لان حتى واحد ما غادي يصبر يبقى يلعب معاك فابور هذه راه وقت اخرى وقت ديال المال وقت ديال الفلوس تقدر تقلب تتعيا وتزيد من عندك وداك الشيء ولكن راه ما يكفيش. ومن هنا كنقول لك الرياضه السطات الله يرحمها.